السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شرفنا إن شاء الله محاضرة رائعة مع الدكتورة رندا حسن أستاذ العمارة بأكاديمية الشروق، ودكتورة جهان السيد أستاذ مساعد العمارة بالجامعة الحديثة، ومحاضرة رائعة عن ربط تكنولوجيا العصر بمفهوم الصيانة المستدامة، وبالخصوص في عملية ترميم المباني التراثية والمواد النانوية أثبت الكفاءة في صيانة الأخشاب والحفاظ عليها في صورتها التراثية. فمحاضرة رائعة منتظرها من فترة طويلة، فجزاكم الله كل خير يا دكتور. تفضل. نعم، السلام عليكم. أنا الدكتورة جيهان السيد، أستاذ مساعد في قسم العمارة بالجامعة الحديثة، والنهاردة هنتكلم عن ربط تكنولوجيا العصر بمفهوم الصيانة المستدامة، وبالأخص في عمليات ترميم المباني التراثية. إحنا معظم أبحاثي أنا والدكتورة رندا كانت كلها عن تكنولوجيا البناء، وبالأخص المواد النانوية واستخدامها في مواد البناء المختلفة سواء كان أحجار أو أخشاب. بس إحنا المحاضرة دي خصينا بيها الخشب، حيث إن المواد النانوية دي فعلا أثبتت الكفاءة اللازمة في عمليات التصميم وفي الصيانة وصيانة الأخشاب والحفاظ عليها في الصورة التراثية ليها. يعني زميلتي الدكتورة رندا هتبتدي دلوقتي بمقدمة عن الأخشاب ومدى التدهور اللي وصلت، الصورة اللي وصل ليها التدهور في الأخشاب، وبعد كده هنتكلم عن طرق الحفاظ عليها. اتفضلي يا دكتورة رندا. معاكم دكتورة رندا حسن، أستاذة العمارة بالمعهد العالي للهندسة بالشروق. لو هتكلم النهاردة على التطور التكنولوجي، في الأول هقول إن تكنولوجيا العصر بدأت تحول المواد من صورتها الطبيعية إلى صورة مختلفة تماما. فمثلا لو شفنا الصورة دي هنفاجأ إن دي مش صورة إزاز، ده خشب النهاردة حولته تكنولوجيا البناء إلى شكل الإزاز بنزع المادة الخاصة بتلوين الأخشاب وإضافة المواد الإيبوكسية إليه علشان تزيد إليه متانة ورونق في شكله وتديله اللمعة النهائية اللي تديني إحساس الإزاز. الله، طب ما ده كده النهاردة أصبح عندي بديل للإزاز، بس كمان بديل بيئي أفضل من الإزاز. ألاقي النهاردة الإزاز بيعمل لي النهاردة سماحية لنفاذ أشعة الشمس بصورة عالية جدا، ونحتاج المعالجات العالية علشان أمنع الألترا فايلوت ريز والإنفراريد ريز برضو. لا ده أنا عايزة معالجات علشان الجلير، لا ده أنا النهاردة الإزاز بقى مكلف جدا في الوجهات بتاعتي علشان المعالجات ديت. طب لما أنا النهاردة يبقى عندي مادة شفافة بالشكل ده وهي من خواصها عزل حراري وفي نفس الوقت غير قابلة للكسر، ده حاجة تخلينا النهاردة نبص الله، طب ده النهاردة تطور في شكل مادة، أمال بقى التطور اللي حصل في عمليات صيانة المادة التقليدية هيكون إيه؟ فلو إحنا بنراجع كده وهنشوف النهاردة إحنا كوطن عربي عندنا ذخيرة عالية جدا من المباني التراثية. احنا في مصر نمتلك ذخيرة عالية من المباني الإسلامية، المباني القبطية، المباني الإسلامية. احنا خصينا نموذج من المباني الإسلامية لأن احنا هنتكلم على الأخشاب وصيانة الأخشاب، فنلاقي النهاردة ان العمارة الإسلامية كانت سريعة جدا بالأخشاب رغم ان احنا لا نمتلك الخشب في بلدنا، كنا بنستورده. إذن مادة عزيزة، لكن مادة صنعت إيه؟ صنعت حضارة. يعني لو هبص النهاردة أشوف الخشب ده ظهر فين في البيت وفي البيوت الإسلامية عامة، ده ظهر في النهاردة إنشاء البلاطات في السلالم في الأعمدة في النهاردة الدعامات الأفقية، ظهر النهاردة في عمليات تجليد داخلية، ظهر في الأساس، ظهر في المشربيات، ظهر في الكوبستات وخلافه. إذن أصبح
البيت يعتبر أساسه الخشب. طب وبعدين الخشب ده إيه مشاكله؟ لا ده مشاكله عديدة جدا. أسباب التدهور اللي فيه عالية جدا جدا. النهاردة لو كان خارجيا بيستخدم فالأمطار شوف بتعمل بتهلك الخشب بشكل إزاي. الرطوبة الداخلية اللي جاية من الأرض والرشح اللي بيجي النهاردة عندي من طبقات المية الجوفية أو حتى من الصرف الصحي اللي بيعلى في طبقات الأرض شوف بيدمر الأخشاب إزاي. لا ده أنا عندي كمان أشعة الفوق بنفسجية بتاكل في الأخشاب بتحرقها بتعملها تشققات، غير طبعا الزلازل اللي بتحصل وبتاكل من العناصر أكل. إحنا عندنا مثلا عن زلزال 92 دمر القباب بتاعة البيت، دمر الملاقف، دمر الشخشخات، دمر العناصر الحقيقية بتاعتها. طيب وهل النهاردة كان في خطط صيانة للكلام ده؟ كان في خطط صيانة. اليونسكو النهاردة لما فكرت إنها تساعد الدول الغنية بالآثار بدأت من 72 بدأ يحط خطط للترميم، لكن مفيش النهاردة إيه؟ مفيش دعم مادي، وبالتالي فبيحصل تدهور أكتر. جينا بعد زلزال 92 بصراحة كان للمهندس أسعد نديم دور عالي جدا في عملية ترميم البيت ده، بس إزاي؟ بدأ يدور على محبي البيت علشان يشوف النهاردة إزاي يدعموا البيت بموارد علشان تصون البيت ده. بس في الوقت ده في التسعينيات ما كانش فيه تقنيات حديثة، كانت كلها تقنيات فقيرة قديمة، تقنيات ما بتحافظش على الأخشاب. فكان بالتالي يا إما كان في عمليات نزل الأخشاب القديمة وعمل صناعة الحديث منها تمام، أو استخدام الراتنجات مثلا القديمة كدهانات، استخدام الغراء، استخدام النهاردة الزيوت، بذر الكتان، الشموع، وتقدر المواد اللي ما بتدومش وما بتسترش على الخشب، بيؤدي ذلك إلى تعفن الخشب وتأثره مرة تانية بعوامل التعرية والعوامل التدهور المختلفة. حتى في دعم الخشب تدعيمه لتقويته في حالة عدم تغييره تمام، فكان الدعم بالفايبرز التقليدية أو الألياف التقليدية، الصوف الزجاجي أو كده، فبرضو مواد كلها تحتاج إلى إيه؟ تحتاج نفسها إلى صيانة دائمة. لو بصينا يحصلها تأكل مع الوقت تمام، يتخللها حشرات بتتأثر بالرطوبة، ده حتى المواد الحافظة النهاردة للأخشاب من برة بتتأثر مع الوقت وبتبتدي تديني مظهر تباشير، يعني أصبح هي مظهرها أسوأ من ما كانت عليه. مفيش authenticity، مفيش أصالة للخشب بعد استخدام الورنيش والمواد الراتنجية القديمة، بتدي لمعة مش طبيعية للخشب. أصبح المظهر العام واضح التآكل النهاردة ناتج الفطر والعفن والحشرات وخلافه، أصبح المظهر بتاع الأخشاب غير لائق. طب هتكلمنا دكتورة جيان دلوقتي على تطور التكنولوجيا وإزاي النهاردة بقى فيه أفكار ومداخل جديدة لعملية صيانة الأخشاب علشان نبقى أوير كلنا بإزاي أما نيجي نحط خطة صيانة لمواد معينة إن إحنا نوصل للمواد الجديدة اللي ما تأثرش على الماتيريال اللي أنا بعملها صيانة وتخليها ماتيريال مستدام. فضي دكتورة جيان. زي ما اتكلمت الدكتورة رندا على التدهور اللي حصل في بيت السحيني أو في المباني التراثية عامة اللي هي الأخشاب فيها عنصر أساسي،
وكان لازم ان احنا نخش بحلول فعاله علشان نحافظ على اصاله الاثر من التدهور. فكان ظهر في دور النانو تكنولوجي او اللي هي المواد النانويه الحديثه، ظهر دورها في معالجه وحمايه الاسطح الخشب وجزيئاته الداخليه دون المساس بالشكل الخارجي او اللون المتعارف عليه للخشب، وبالتالي نقدر نحافظ على القيمه الجماليه للخشب الموروث، وكمان نحافظ على طبيعته في مكانه. ظهر العديد من المواد النانونية أو النانوية اللي هي بتغير في الخواص بتاعة المواد اللي بتضاف للخشب دون أنها تأثر على الخشب نفسه، ولا على بالعكس هي بتضيف له القوة والمتانة اللازمة اللي هي لحمايته، وإن هو يقاوم عوامل التدهور أو العوامل المختلفة مش بس عوامل التدهور. فلو احنا مثلا اتكلمنا عن الفطريات او التدهور البيولوجي اللي هو زي الحشرات والنمل الابيض والدود، اللي هو بيعمل او بيسبب تاكل الخشب زي ما احنا شايفين في السلايدز، وطبعا بيأثر على قوته وبيأثر على المظهر الخارجي للخشب. فنجد ان تكنولوجيا النانو اظهرت النانو او انتجت النانو فضه والنانو نحاس، ودي كلها دهانات بتغلف سطح الخشب وبتعزله عن الحراره، وبالتالي هي بتفصل بتخلي الجزيئات الداخليه للخشب حرارتها يعني مش عالية، حرارتها منخفضة، وبالتالي هي بتبقى بيئة غير صالحة لنمو الحشرات والنمل والفطريات، وبالتالي هي بتحافظ عليه من التآكل اللي احنا شايفينه في السلايدز دي. وطبعا الراتنجات العادية اللي هي زي الغرة زي الشموع زي الزيوت زي البلاستيك الحراري، كل دي ما كانتش بتعزل الخشب بالطريقة الكافية اللي هي تخلي أو تحتفظ بدرجة الحرارة الداخلية للخشب إن هي تبقى قليلة، بحيث إن هي ما تبقاش بيئة صالحة لنمو الفطريات. كمان لو إحنا الحريق ده الخشب من ضمن أو يعني نقطة الضعف فيه إن هو طبعا سريع الاشتعال او بيشتعل او قابل ان هو الحريق ياثر فيه. فبنجد ان النانو فايبر اللي هو كانوا يعني بتضاف للخشب عشان تقويه، الالياف الفايبر هي بتضاف للخشب عشان تقويه، انتجوا منها النانو فايبر. والنانو فايبر هو دهان بردك بيكون بعائق بيمنع نفاذ النار لداخل الخشب، وبالتالي بيعزل الخشب عن الحريق تماما، في حين ان مفيش اي ماده تقليديه تقدر ان هي تحمي الخشب من الحرائق يعني. وبالتالي دي نقطه ضعف في الخشب، الدهانات النانونيه اكسبت الخشب صفه المقاومه للحريق، ودي طبعا في حد ذاتها يعتبر من مميزات تكنولوجيا العصر اللي اضافتها لصفات الخشب. هنجد لو احنا بصينا للدهانات الخاصة مثلا بمقاومة الرطوبة، هنلاقي عندنا المواد اللي هي النانو فضة والنانو نحاس، دي برضك من الدهانات اللي بنضيفها للخشب وبتقلل أو بتتخلل المسام بتاعة الخشب وبتقلل من مساحة المسام، وبالتالي بتمنع نفاذ المية لداخل الخشب وبتقلل من قابلية الخشب لامتصاص الماء، ودي في حد ذاتها مهمة جدا، ان احنا زي ما شفنا في الصور بتاعت كاسرات الشمس اللي موجودة في بيت السحيمي ان المية مبهدلة كاسرات الشمس جدا. فمجرد الدهانات النانونية اللي هي نانو فضة والنانو نحاس اللي بيدهن بيه الخشب وبتعزله تماما عن المية وبتقلل من امتصاص الخشب للمية،
دي بتؤدي لتدعيم الخشب وتقويته، في حين ان الدهانات العاديه اللي بيدهن بيها الخشب عشان تحفظه من الرطوبه اللي هي زي الرتنجات وزي ما قلنا اللي هو البلاستيك الشفاف والغيره وخلافه، دي كلها دهانات اولا بتستغرق وقت طويل جدا في الجفاف، ومجرد ما ان هي بتجف بتتحول لتباشير وبتتقشر ولكن الخشب اتدهن بيها تماما، وبتظهر بيظهر لنا الخشب بالصوره اللي احنا شفناها في بيت السحيمي، واغلبيه الاخشاب اللي بتدهن بالبلاستيك الشفاف والراتنجات بيحصل لها نفس المشكله، ولكن التكنولوجيا الحديثه انتجت لنا اللي هي الدهانات النانونيه اللي هي تقدر ان هي تحمي لي الخشب من الرطوبه. لو بصينا للالترا فايلوت هنلاقي ان عندنا ثاني اكسيد الزنك وثاني اكسيد التيتانيوم، دول من الدهانات اللي بتحمي الخشب من اشعه الشمس، وكمان وايضا يعني بالاضافه ان هي بتحميه من الاشعه الفوق بنفسجيه، فهي برضك بتقلل من امتصاصه للميه، يعني هي بتقوم بخاصيتين، حمايه من الاشعه فوق البنفسجيه وكمان عزل من الميه، وبالتالي بيقاوم برضو ايضا الرطوبه. عندنا برضك دهانات خاصه بتقويه وتدعيم الخشب اللي هي زي الياف الكربون النانويه، دي بتخش في او بتتحقن بيها جزيئات الخشب، وبالتالي بتكسبه المتانه اللازمه والتدعيم اللازم اللي يقدر بيها يقاوم الشد ويقاوم العوامل كمان الجويه، وايضا بيستخدم مش بس في الحمايه والحفاظ على الاخشاب، لا هي ايضا كمان بتستخدم في العمليات البناء، يعني هو بيتبني بيه الاجزاء التالفه من المبنى، يعني مثلا زي ما حصل في زلزال 92 اجزاء كبير جدا من البيت اتهدمت بفعل قوه الزلزال، طبعا احنا عارفين ان قوته حوالي 5.8 ريختر، وزي ما حصل من اضرار في البيت زيه زي بقيه او الاضرار اللي طالته زي بقيه المباني الاثريه اللي في مصر، احنا نقدر بالخشب المدعم بالنانو كربون ان احنا نبني الاجزاء اللي تهدمت من المبنى وخاصه القباب، ومش بس القباب، نلاقي المشربيات، نلاقي الشد الكسرات الشمس اللي موجوده على فتحات المنزل. احنا بنتكلم طبعا دلوقتي على بيت السحيمي، انما بالمقارنه كل المباني الاثريه اللي بيستخدم فيها الخشب وخاصه المساجد بنلاقي ان احنا لو استخدمنا احنا يعني لما نزلنا انا وزميلتي الدكتوره رندا نزلنا شارع المعز لقينا طبعا معظم شارع المعز كله طبعا او معظمه خشب، ولكن المعالجات بتاعت الخشب نفسها هي أفقدت الخشب الأصالة بتاعته والصورة التراثية بتاعته، بقى لونه اتقلب مثلا يبقى أحمر قوي، وده طبعا مش اللون بتاع الخشب، بيبقى أحمر مايل للسواد، وده طبعا مش لون الخشب، اللون الخشب اللي هو اللون البني الأثري ده ما بنلاقيهوش نتيجة إن عوامل الصيانة أو الترميم اللي حصلت في شارع المعزة وعلى أغلبية المباني اللي موجودة في الشارع، سواء كانت مساجد سواء كانت أزبلة أضرحة كتاتيب بيوت إسلامية، كلها كانت بالطرق التقليدية، ونظرا للحالة اللي وصل ليها الخشب في الشارع احنا فكرنا ان احنا نستخدم أو نبحث في التكنولوجيا الحديثة ووسائل التكنولوجيا الحديثة اللي تقدر تدينا مواد، المواد دي نقدر نضيفها للخشب سواء كان دهانات أو مواد تتخلل مسام الخشب نفسه بحيث إنها تقويه أو تدعمه، وكان لينا بصراحة أكتر من بحث
بس الابحاث الثانيه ما بتتكلمش على على الخشب التراثي، هي بتتكلم عن الخشب في صورته الحديثه، في بيستخدم في ايه، في البناء نفسه، في طرق البناء نفسها، استخدم ككليدنج، استخدم كاسوار، استخدم كسلالم، استخدم كبريدجز، استخدم ك زي ما ذكرت زميلتي وجهات، وجهات زجاجيه، استخدم ك في ستراكشر، هو نفسه السكيلتون بتاع المبنى نفسه كله، وكان كذا دور يعني، مش ادوار وجملونات، لا هو بقى عده ادوار. بس احنا ركزنا هنا على بيت السحيمي لان احنا المحاضره كلها كانت بتتكلم عن ازاي ان التكنولوجيا تقدر تحافظ على اصاله الخشب او صورته، تحافظ عليه في صورته الطبيعيه علشان يفضل للاجيال بنفس الصوره اللي سابها او اللي سابوها الاجداد في مختلف المباني التراثيه. دلوقتي زميلتي الدكتوره رندا هتكمل وتقول لنا اللي احنا اللي وصلنا ليه. دي واحده. اذا هنا اللي وصلنا له ان هنا باستخدام تكنولوجيا النانو نقدر النهارده فعلا بامكانيات بسيطه، بافكار دعم بسيطه او طلاء بسيطه، وقد تكون بسيطه في سعرها ايضا، لكن المهم توفر التكنولوجيا نفسها، نقدر نصون كم من الاخشاب وكم من العناصر الثمينه عندنا العزيزه اللي احنا زي ما قلت في الأول نادرة ومحتاجين إن احنا نوصل قيمتها وجمالها للأجيال القادمة. فكده تبقى خلصت المحاضرة بتاعتنا، ولو في أي تساؤلات أو خلافه احنا موجودين معاك. على موضوع النانو تكنولوجي، هل هو مكلف؟ لا حقيقة النانو تكنولوجي أصبح متوفر في السوق، وبالأخص احنا دلوقتي بقى عندنا السوق.com سهل البحث فيه عن المواد المختلفة. أنا عن نفسي استخدمت عوازل الرطوبة النانوية بس ما كانش للأخشاب صراحة، استخدمتها في عزل الطوب وبالفعل كانت فعالة، فريدي اعتقد ان بالبحث في السوق العالمي بقت المواد دي متاحه وسهله النهارده، واعتقد ان النهارده كل مجال بحثي اصبح فيه عديد من الناس اللي بيبحثوا في مجال النانو تكنولوجي، فاعتقد ان السوق المصري قريبا هيبقى فيه حاجات بانتاج مصري في هذا الصدد. كمان احنا عندنا براءات اختراع كتير جدا في طوب معالج بتقنيه النانو، احجار معالجه بتقنيه النانو، خشب معالج بتقنيه النانو، هو لسه طبعا ما اتطبقتش بس هي موجوده فعلا. ويعني اعرف دكتور احنا بنشتغل مع بعض انا وهو الدكتوره رندا في ان احنا بننتج حجر بتقنيه النانو يستخدم في معالجة الأحجار التالفة في المباني الفرعونية والمعابد وفي هرم سقارة. يعني احنا برضك في بحث أنا والدكتورة رندا عن ترميم هرم سقارة، وطبعا ده معانا الدكتور الأستاذ دكتور خالد عبد الهادي، استخدمنا المواد النانونية في انتاج، في ان احنا دلوقتي في صدد يعني ان احنا ننتج، بس ان شاء الله يعني يتم على خير، نعمل حجر معالج بتقنية النانو يستخدم في معالجة التانلز اللي موجودة جوه الشافت بتاع الهرم، لان كل التدعيمات اللي كانت بتستخدم بالطرق التقليدية انهارت مع الزلازل واللي هو يعني فعل العوامل الجوية. فكل دي اختبارات، في منها اللي زي ما الدكتورة رندا قالت، في منها اللي موجود وخصوصا في الدهانات، الدهانات كلها تقريبا دلوقتي
النانوية متوفرة في السوق جدا، إنما بقى الماتيريال نفسها، المادة نفسها اللي هو كحجر أو كخشب مثلا زي الخشب الشفاف ده، طبعا لسه ما نزلش يعني ما طبقش في مصر، بس هو مطبق بره يعني خلاص، الواجهة كلها بقت كيرتن وول بس هي خشب واخد الشفافية بتاعت الإزاز. ليه؟ لأن مادة المادة العضوية بتاعته اللي تديله اللون الأصفر هي مسحوبة منه، ومضافة ليها مادة أو محقوم بمادة إيبوكسية اديته اللون اللي هو الشفاف بتاع الإزاز، فهو بقى واخد المتانة. هو طبعا بقى خفيف الوزن مش زي الإزاز، هو خفيف جدا فما بيعملش لود على المبنى، دي أول حاجة. تاني حاجة الشفافية بتاعته عالية جدا أكتر من الإزاز، سيلف كليننج يعني هو بينظف نفسه بنفسه. ممكن يبقى فوتوكروميك يعني ممكن يبقى يتحكم في كمية الإضاءة اللي داخلة جوه المبنى. كل بقى الصفات بتاعة المواد النانوية هتبقى في الخشب الشفاف ده، هو اوريدي بره موجود بس ان شاء الله يعني ان شاء الله زي ما الدهانات النانويه بقت موجوده في مصر، الخشب الشفاف هيبقى موجود، او الخشب المعالج بتقنيه النانو هتبقى موجوده باذن الله، والحجر المعالج بتقنيه النانو والطوب المعالج بتقنيه النانو ان شاء الله هتبقى موجوده. تمام، يعني احنا ممكن الدهانات يبقى عندنا الماده الاثريه او مثلا حاجه اثريه ونبدا نعمل لها دهان فيبدا يحافظ عليه ويبدا ان هو مثلا يبقى الناس شايفاه، بس في نفس الوقت نقدر نحافظ عليه من الاثار او من العوامل الجويه والحاجات دي كلها. هو بالفعل بره في يعني في اوروبا في كنايس، وفي يعني في ايطاليا كمان بالذات هم ابتدوا يستخدموا النانو تكنولوجي في انتاج طوب، او بمعنى نقول ايه يعني نقول حجر بس هما بيقولوا عليه طوب يعني، بحيث لو هو في جزء صغير من السور او من السور بتاع المعبد موجود، فبالفيجوال رياليتي بيقدروا يكملوا شكل السور. تمام، وبعد ما بيكملوا شكل السور هما بينتجوا بالنانو تكنولوجي شكل الحجر اللي هو الجزء من السور ده موجود، بيعملوا زيه تيبيكال اجزاء أو مجموعة أحجار بيبتدوا بيها يكملوا شكل السور نفسه، فبيبقى أولاً ودهانات بتدهن الجزء من السور اللي موجود، يبقى بالفيجوال رياليتي كملوا السور وبالتكنولوجيا النانو عملوا حجر تيبيكال زي الحجر اللي موجود في السور نفسه، وبالتالي هم مش بس حافظوا على الأثر، لا هم دعموا الجزء الموجود من الأثر في المكان نفسه. والمفروض اللي بيحصل بره ده إن شاء الله يعني هو دوت اللي احنا هنطبقه هنا في مصر بإذن الله، لأن احنا عندنا أثرنا طبعا غالية على المصريين كلها، وإحنا يعني الحمد لله عندنا مجموعة من يعني سواء في هيئة تنسيق حضاري زي في كلية الآثار، عندنا مجموعة من الأساتذة والأثريين اللي إن شاء الله إن شاء الله والمهتمين بالموضوع دوت، وبيعملوا مسابقات كتير، وبنعمل يعني زي إيفنتات كتير في إن إحنا إزاي نحافظ على الآثار دي. يا جماعة إحنا إدوا آرائكم واشتركوا معانا، وفعلا يعني الموضوع يعني الحمد لله متاخد بمحمل الجد يعني، علشان احنا فعلا عايزين نحافظ على الاثار بتاعتنا من التدهور او من انها يعني ما تبقاش موجوده يعني. الله يكرمك يا دكتور باذن الله. طيب في سؤال بيسال، اقدم استخدام للنانو تكنولوجي؟ اقدم استخدام للنانو تكنولوجي هي لسه حديثه اساسا، هي هنا يعني في مصر حديثه بس هي بره من السبعينات موجوده. تمام، بس هي في مصر يعني لسه يعني موضوع لسه جديد علينا، يمكن هو ابتدى النانو تكنولوجي مثلا من 2008 2006 2008 كده ابتدى موضوع النانو تكنولوجي يبقى ترند، وابتدت تتعمل عليها رسائل ماجستير ودكتوراه وابحاث بس اعتقد دلوقتي الموضوع بالنسبه لنا قتل بحثا، مفيش بحث الا لما بيتكلم او بحث بيتكلم على الحفاظ او على الترميم الا ما بيتكلم عن التكنولوجيا الحديثه سواء كانت سمارت او نانو.
والسمارت طبعا لما بنتكلم على السمارت تكنولوجي بنتكلم على الديتكتورز اللي موجوده واللي هي بتتحط في القطار عشان تقول لنا مدى الديتيريوريشن اللي حصل في الاثر نفسه، اللي هو مستوى المياه الجوفيه وصل قد ايه في الاثر، الاثر دوت متعرض للرطوبه ولا لا. يعني دي بالنسبه للسمارت تكنولوجي يعني، انما البحث بتاعنا ده بيتكلم عن النانو تكنولوجي. تمام دكتوره، جزاكم الله كل خير. شكرا حضرتك. في اي حد عنده اي اسئله؟ الحمد لله الامور واضحه والناس كلها يعني بعد. شكرا لحضرتك وشكرا للدكتوره والف شكر لكم، ومحاضره استفدت منها كتير جدا دكتوره رندا ودكتوره جيهان، الف شكر لكم. ألف شكر ليكم ومتشكرة جدا ان حضرتك اتحت لنا الفرصة ان احنا نعرض البحث بتاعنا ده وان احنا نقدم حاجة جديدة. يعني طبعا الجديد في الموضوع هو موضوع الخشب الشفاف يعني، فالحمد لله يعني ان هو وصل للناس، وان شاء الله الناس تبص وتبحث عنه، وده موضوع يعني مجال ان الناس تتكلم فيه بعد كده ان شاء الله بإذن الله، ويبقى مادة علمية يقدر الكل يستفيد منها وننشرها. يمكن هي لما جات لي انا والدكتوره رندا جات لنا كده بمحض الصدفه يعني، بس ان شاء الله يبقى موضوع متداول في مصر، وزي ما الدهانات النانونيه انتشرت وابتدينا نستخدمها ان شاء الله يبتدي موضوع الخشب الشفاف و اللي هو طرق الحفاظ على الخشب تبقى ان شاء الله منتشره، والناس تبتدي يعني ان شاء الله. احنا يعني احنا كبرنا بس الصغيرين بقى يبتدوا يكملوا بعدينا باذن الله ان شاء الله. لا العفو يا دكتوره، انت حضرتك دكتوره رنا ما شاء الله يعني صحه ويعني شباب اكثر مننا، الله يكرمك الله يكرمك. يا رب يخليك الله يخليك. هو فعلا موضوع مهم جدا، بالذات يعني انا بحب الخشب الارابيسك وبحب الحاجات الاثريه القديمه دي، فيا ريت الناس فعلا تهتم بانها تحافظ عليها. لا ده حضرتك كمان لو رحت شارع المعز بقى يعني، انا لازم اي اجازه لازم انزل اروح شارع المعز ده، لازم لازم بصراحه. يعني ده على عشق كله بقى. احنا عندنا دكتور رئيس قسم العماره في جامعه المنوفيه الدكتور علاء حبش ربنا يكرمه، هو اشترى بيت يكن اشتراه وطوره وهو دلوقتي فتحه كمان للطلبه وللناس تبص عليه والله. لا يعني احنا فعلا عندنا فعلا اساتذه مهتمين بموضوع الحفاظ والاثار بتاعتنا سواء كانت الاسلاميه او القبطيه. لا احنا فعلا الحمد لله عندنا ناس وطنيين قوي ويعني عندهم حته الانتماء دي فظيعه يعني، وخصوصا للحضاره بتاعتنا يعني. الله يكرمك دكتوره، جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. وباذن الله يعني يبقى لنا زياره كده لشارع المعز حضرتك تشرح لنا الاثار اللي موجوده هناك ان شاء الله. يا ريت يا ريت والله، انا ابقى سعيده جدا والله يعني. شكرا يا دكتور، انا اشوف حضرتك يا دكتور. والله يا ريت، انا اتمنى بقى حاجه تانية خالص، اتمنى ان احنا يبقى في مشاريع مشتركه. يا ريت يا دكتور. والله بين يعني الوطن العربي، بحيث ان احنا نقفز واحنا كمان يبقى لينا علامه واختراعاتنا الخاصه. يعني اللي انا شايفاه اب تو ناو احنا بنجري ورا الاجانب في مخترعاتهم عشان نلحقهم، احنا عايزين العكس اللي يحصل، هم اللي يجروا ورانا زي ما هم متحيرين من اثارنا يتحيروا كمان من اختراعاتنا. فنتمنى باذن الله قريبا يبقى كده يعني اساتذه الوطن العربي كله والباحثين في ايد واحده، بحيث ان احنا باذن الله يبقى لينا دعم خاص على مستوى العالم ولينا كلمه ولينا يعني أثر يمكن بعد كده يبقى موروث وغيرنا من الأجيال القادمة يعني تترحم علينا وتقول إحنا كنا بداية لرفع رأس العالم العربي. أستاذنكم دكتورة ياسمين تفضلي. دكتورة ياسمين صبري تفضلي. أهلا بحضراتكم، وطبعا يعني محاضرة جميلة. أنا دكتورة ياسمين صبري رئيس قسم عمارة في كلية هندسة جامعة الزقازيق واستشاري ترميم مباني أثرية. أنا حبيت فرصة يعني طبعا إن أنا أحيي حضراتكم وأسأل هل إحنا فعلا أخذنا خطوات تجريبية، لأن طبعا الناس بقى اللي إيديها في الشغل بتبقى شوية متخوفة خصوصا مع التعامل مع الآثار في دخول أي مادة، وبيبقى الموضوع بياخد يمكن مننا سنين، وده
التجريب الطبيعي يعني اللي احنا بنشوفه في الماتيريال اللي النهارده بقت قديمه بس كانت من كام سنه بالنسبه لنا جديده يعني. فهل بدا حد يتشجع عنده يعني قلب المحارب وبدا يجرب التقنيات دي، ولا احنا لسه في اطار الطرح يعني؟ لا حضرتك، احنا حقيقه في اطار الطرح، لان احنا من محبي البيت ده وعاشقينه. كان اخر زياره لينا كانت من سنه ونص تقريبا، كان اللي يعني بصراحه ذهلنا ان احنا لقينا ان كليه الاثار مشتركه مع هيئه الاثار في مشروع ترميم ال 100 اثر. وكان اسلوب تناول الصيانه والترميم فيه هو الاسلوب القديم برضو اللي خلانا نتحسر على طريقه الترميم، لان بالفعل احنا عارفين ومدركين التدهور اللي هيحصل السريع للعناصر المتواجده، وعارفين ان في بعض الاماكن لما تترمم هيبقى ترميم للاسف فيك، يعني ما نقدرش نستخدم بلاطات معينه نتحرك عليها لان خلاص تكون يعني متهالكه ومظهريا هي بس ابتدي اشوفها من تحت، ما اقدرش اتحرك عليها من فوقيها لان طرق التدعيم قديمه وغير قابله للحمايه بالفعل. احنا كنا بنفكر انا ودكتوره في موضوع الاثار الجانبيه شويه يعني. يا دكتور الاثار الجانبيه يعني، هو معظم اللجوء لينا اللي احنا لما بنيجي نشتغل طبعا في قوانين دوليه بتحكمنا، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده كويس. التجريب بقى في المواد او التكنولوجي الحديثه اللي كان حتى اتكلم عليها ميثاق فينيسيا كان كله بيتكلم بشرط عدم وجود اثار جانبيه، يمكن هي دي شويه اللي بتخلي الناس بتفكر مره واثنين وثلاثه وتبقى حابه قوي ان هي يعني تبقى متاكده قبل ما تطرح الفكر دي. بس يعني دايما اي فكره كانت زمان كده يعني، اي ماده لما دخلت كانت في الاول جديده وخايفين منها ومحتاجين ان احنا نتاكد ليها اثار جانبيه ولا لا. بس يعني بتبقى زي ما احنا قلنا ايه، عايزه قلب المحارب شويه لغايه ما نقدر ان احنا نثبت على الطريق ان دي حاجه مناسبه يعني. ايوه دكتور، بس هو بالفعل الحاجات المواد دي اوريدي اتجربت على اثار بره، هي جديده بالنسبه لنا، انما هي معظم الاثار في تركيا هي متجربه عليها، في الهند متجربه عليها، يعني هي اوريدي المواد دي موجوده، احنا جبناها بالضبط من يعني من كنايس ومن جوامع بره، هم اوريدي استخدموا المواد دي في عمليات الترميم، ده احنا عايزين نعملها عندنا احنا، يعني هي ملهاش اثار جانبيه بدليل ان هي يعني انا بس ما جبناش الصور، كان المفروض جبنا الصور بتاعت بس هي يعني علشان يعني الابحاث اللي احنا عاملين فيها لسه يعني ما ترقيناش بيها، ففي حاجات المفروض كنا نجيبها بس يعني علشان عارفه فاهمه قصد حضرتك. طبعا فهي يعني في كيس استاذ فرصه بعد ما تخلصوا على خير لازم بقى يبقى في جزء تاني بقى نسال مهندس عمر كده ان شاء الله يبقى بيفور وافتر بقى، والكيس استاذ الكومباريزون ما بين الكيس استاذ الاوروبيه او العالميه يعني والمحليه، ونقول نقدر نستخدم ده فين هنا، واللي حصل ده ممكن نستخدمه في انهي اثر موجود في شارع المعزه او واتيفر، في انهي اثر موجود عندنا سواء قبطي اسلامي فرعوني. ان شاء الله يبقى في محاضره ثانيه، بس ده احنا بنتكلم هايلايتس كده عن التكنولوجيا يعني. ان هم بره يعني اكثر جرأه بدليل ان طبعا كانت زها حديد نفسها بتتدخل على المباني الاثريه، يعني انا عندي حد بيدرس موضوع الاضافات على المباني الاثريه فالديكونستراكشن ازاي كانت بتتركب، وهو احنا ما حدش عندنا في مصر يجرؤ يعمل حاجه زي كده الا الله يرحمه طبعا المهندس يعني الدكتور ميتو اللي عمل ده في مبنى قياده الثوره. لكن الفكر اللي هو فيه جرأه شويه، ويمكن كمان عمر الاثار عندنا عشان اطول شويه من الكنايس بتاعت اوروبا والحاجات دي، فبتخلي الدنيا فيها شويه تحفظ، والقانون نص القانون نفسه ما بيننا وما بين القانون بره يعني بيبقى شويه عائق. اعتقد لكن اي فكره جديده هي طبعا محتاجه تتجرب، واكيد حد هيبتدي يعمل يعني هياخد المبادره، انا واثقه في ده. وانت ذكرتي دكتور علاء حقيقه من الناس طبعا الناس اهو جدا. ايوه اهو بس هو ان شاء الله هيظهر زيه كتير ان شاء الله. لا وهو
هو المبنى مختلف بس يعني شويه عشان نوضح احنا يعني او لما بنيجي نتعامل على مباني اثريه احنا بنتكلم على المصري وعلى القبطي وعلى الاسلامي. دكتور علاء شغال في يعني كاتيجوري بتاعت بيت يكن، شويه هي مباني تراثيه ويمكن هو كمان مازال لم يسجل، فهو عنده حقل جميل ان يتم عليه تجارب بدون ما يكون عنده القيود اللي عندنا. فبالعكس ده احنا كمان يعني اكيد هو هيبقى سعيد بتعاون لو كان في طرق بقى عندكم مستقبلي ان انتوا تعملوا المبادره بالتجريب، ما اعتقدش ابدا ان هو يمانع ونبقى كلنا سعداء ان احنا نشوف التجربه يعني. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. ميرسي يا دكتور. يعني محاضره مميزه جدا ليكم يعني ولينا طبعا ومس عمر، ميرسي جدا للطرح الجميل ده، ونتقابل بقى ان شاء الله في الجزء الثاني على خير ان شاء الله. اكيد اوعد حضرتك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. شكرا دكتور ياسمين، الف شكر لحضرتك. جزاك الله خير، الله يكرمك. الناس كلها تشوف حضرتك وجود مباركه اولاد مميزه، والف شكر لحضرتك و جزاك الله كل خير. معلومات قيمه جدا. محاضره ثانيه تكمله للمحاضره يا رب ان شاء الله باذن الله دكتور. الف شكر لحضرتك، الله يكرمك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.